السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم من جديد. اليوم إن شاء الله بشرح لكم شيء حلو بسيط، شفت له شروحات كثيرة قلت بنقله بس بشكل مبسط إن شاء الله. طبعا كما تعودنا على تحديثات بلندر الجميلة والمتتالية لازم تحدث لآخر إصدار، فلا تخاف إذا أنت محمل النسخة حملها وراح يكتب عليها، يعني راح ينزل البرنامج الجديد على القديم. فعندي أنا نسخة 3.5.1، فأتمنى أنكم تحملونه أفضل طبعا. إذا عندك نسخة قديمة ومالك خلق هذا شيء راجع لك. طيب نقول بسم الله، نبي نبدأ اليوم بالكيوب هذا الجميل. إيش نبي نسوي فيه؟ طبعا بحاول أختصر. المفترض أنت إذا خلصت معي 70 درس الماضية، المفترض أني في أشياء كثيرة ما أقعد أتطرق له، فخليك مركز معي هنا. ممتاز، بس خلوني افعل شيء مو موجود. خلاص خليكم معي، ركزوا معي المتابعين القدامى. الكيوب هذا بنضغط عليه، بنروح للمودلينج ثم نزر اليمين ثم نختار الخيار هذا. ممتاز، علشان ايش؟ دائما وابدا اي اوبجكت يجيك بشكله الاساسي مثل هذا المربع، فالخيار هذا سبديفيد يقسمه لك. شوف الآن قسمه لي، تضغط هنا وتزيد عدد التقسيمات. ممتاز. طبعا قاعدة عامة، كل ما زادت التقسيمات كل ما كان الشغل أثقل. هذه دائما كل ما اشتغلت على أبسط حالة للأوبجكت كل ما كان أسهل وأسرع، لكن كل ما تدخل بالتفاصيل الدقيقة وتزيد تفاصيل الأوبجكت كل ما كان شغلك أثقل. فلا يكون جهازك بسيط أو متوسط وبعدين تروح تضيف لي هنا 50 أو 60 مربع وتصغرها، لا، اشتغل على قوة الجهاز حقك، لأنك بالأخير ترك بتطلع بنفس النتيجة بنسبة 80 إلى 90%. طيب أنا بحط هنا 7، حط 6، حط 5 بكيفك، لكن أنا بحط 7 هنا. ممتاز. وبعدين بنرجع للي أوت. طبعا عندنا هنا مقسم، تلاحظون بالشكل هذا بعد ما قسمناه. نجي نضغط من الكيبورد واحد علشان يعطينا اللي هي الفرونت اللي هو من هنا. احنا ضغطنا 2 3 4 5 6، هذه الكاميرات، اضغط واحد. طبعا علشان تشتغل معك لازم يكون عندك كاميرا، يعني لا تحذف الكاميرا وتضغط من الكيبورد واحد ما راح تشتغل. المهم نبي نجي نضغط شيفت اي ونجيب هنا السفير، نبي نرفعه شوي فوق، نبي نصغره بالشكل هذا. طبعا ضغط اس من الكيبورد وبنصغر، اس من الكيبورد كبر صغر بالشكل هذا، اضغط الاس مرة واحدة وبعدين حرك الماوس، لفه يسار من الاسهم هذه. طيب نبي نحرك الان هذه الكورة من هنا الى هنا، فوش نسوي؟ نضغط اي من الكيبورد ونختار لوكيشن. هنا حط نقطة صفراء، حدد مكانها هنا. نجي للفريم 60 ونحرك الكرة هنا، نضغط اي ونحط لوكيشن اللي هو لوكيشن المكان، فحدد لي من المكان هذا الى المكان هذا. الحين اذا شغلنا لاحظوا اشتغل معنا انيميشن. ممتاز. طبعا بكبره شوي لاني انا ابيه يلمس البوكس، فانا بنكبر شوي بالشكل هذا. ممتاز. طيب الخطوه الثالثه، نبنروح نضغط، نبي نضغط على الكيوب، نبنروح المودلينج. ممتاز. نبنروح من هنا الخيار هذا اللي هو الاوبجكت داتا بروبرتيز، ونبي نضغط اي من الكيبورد اللي هو تحديد الكل عشان يحدد. لا تحدد بالماوس رجاء، شوف انا لو حددت كذا بالماوس في مكان لم يتم تحديده، شفتوا؟ فاضغط اي اللي هو اول يحدد لك الكل. بعد ما حددنا الاوبجكت هذا نجي هنا من الفيرتكس جروب ونحط، نضغط بلس، نضيف جروب نسميه عشب. ممتاز. جريس، نبي نسوي له اساين على المحدد. اساين يعني اربط لي الجريس في هذا المكعب. ممتاز.
ثم تشيل التحديد تضيف ثاني نبي نسميه هذا ديليت، نحط له اختصار دي اي ال بدون ما تحط الساين عليه، يعني هذا لا تربطه هنا، فقط نربط الجريس. جميل، الحين انتهينا من الخطوة هذه. نرجع للي اوت. شيء ضروري، القائمة هذه ما راح تشتغل معك صح الا وانت في المودلينج. يعني شوف هنا القائمة assign remove select deselect، لو رجعنا للي اوت ما هي موجودة، فلا يجيني واحد يقول لي ما ظهرت القائمة اللي تحت، لازم تكون على المودلينج. جميل. طيب طبعا قبل لا نطلع خليك على الديليت، خليك ضغط على ديليت الجروب هذا، خلي الخيار عليه. طيب نبي نشوف ايش اللي حصل الان، وش حنا سوينا، ايش اللي سويناه. نبي نيجي هنا نروح لم الوايت بنت، نختار. ممتاز، الحين صار في تلامس لكن ما في شيء صار. طيب ايش السبب؟ السبب انه لازم هذا تخليه كانفس وهذا تخليه برش، يعني كأنه هذا العصا الرسم اللي ترسم هنا. فايش نسوي؟ نروح هنا القائمة قائمة الفيزيكس ونختار دايناميك بنت، هذا كانفس، اد كانفس. ممتاز، وبعدين من السيرفيس تايب تختار الخيار هذا. ممتاز، والاوتبوت تحط الديليت، يعني ابغى اوتبوت حذف ديليت. جميل، واضح، بسوي ديليت دايناميك بنت، هذا كانفس، اد كانفس، بعدين تخليه نفس الخيار هذا، ومن الاوتبوت تحط ديليت، تختار ديليت اللي هو هذه الـ 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 القائمه اللي تو احنا سويناها، الجريس والديليت. والكوره تعطيها انا دايناميك بنت وتخليها برش، يعني تخليها فرشه، اد برش، وبعدين تعطيها هنا من الخيار هذا الـ الخيار هذا السورس بنت اللي هو كانه راس الفرشه، فنبي نخليها الخيار هذا ماش فوليوم. ممتاز، وهنا يعطيك سموث وخلافه، هذا بعلمك شلون تستفيد منه. طيب الحين نرجع للخيار اللي قبل من هنا، من ال نروح للخيار هذا حق البينت، بس لازم تضغط على الكيوب، نختار، لازم يصير هذا ازرق. الحين بنشوف شو بيصير، المفترض انه يرسم عليه. ممتاز، رسم عليه لكنه بزياده، احنا نبغى الاحمر بس، ما نبغى الوهج هذا اللي هو اثر الفرشه، فانا بنخففه. ممتاز، وش نسوي؟ طبعا نرجع هنا اوبجكت مود، نختار على الكوره لان هي الفرشه، ونجي للخيار اللي قلت لكم هنا، تو حطينا هذه ماش فوليوم، نخلي سموث كلر رامب، ونضغط هذا ونسحبه، هذا اللي يتحكم براس الفرشه، نسحبه بالشكل ذا. الحين نضغط على الكيوب، نرجع نفس الخيار ونشغل نشوف ضبطت ولا لا. يا سلام، ممتاز، كذا شغلك نظيف، الوهج ما صار على كامل عشان ما يخرب علينا اذا جينا بنتعامل مع العشب. الحين شغلك نظيف، تبغى تصغر تبغى تكبر، هذا شيء راجع لك. جميل، الحين نرجع للأوبجكت مود، نروح للخيار اللي بعده. الحين بعد ما سوينا الجروب ثم جينا سوينا الدايناميك بنت، نروح هنا ونضيف للكيوب، نخلي الكيوب سب ديفيجن سيرفيس. ممتاز، سب ديفيجن سيرفيس عشان تنعمه، تخليها اثنين، بعدين هنا نضغط شادو سموث عشان يطلع بالشكل هذا. خلنا بنشغل، ممتاز، ثم نبي ناخذ خيار ثاني اللي هو الفيرتكس ميكس هذا. وش فايدته هذا؟ هذا بيربط لك الجروبات اللي احنا سويناها تو، اي بي مطلع لك فيرتكس جروب اي اللي هو العشب، والبي اللي هو الديليت. طيب الفيرتكس ست حط الاولى جروب اي، والثانية حطه سب 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 تراك، سب سب تراكت. ممتاز، الماكس مود سب تراكت، والفيرتكس ست حطه اي. ممتاز، هذه عشان تربط الجروب عشان تخلي العشب يختفي، واضح.
ممتاز. نجي هنا من البارتكلز، نبي نضيف بارتكلز على الكيوب، تضغط على الكيوب تحدده، بعدين بارتكلز، بعدين تضغط بلس من هنا، طلع عندنا بارتكلز، حط هير. ممتاز. فعل الخيار هذا قبل كل شيء، بعدين قلل الشعر 0.2، بعدين راح لتشيلدرن، هذه تشيلدرن، وحط الخيار هذا. لازم تسوي اللي انا اقول لك بالضبط، لانه ما راح يشتغل معك الموضوع. ممتاز. بعدين روح لم فيرتكس جروب، واختار من هنا اللي هو العشب اللي احنا سويناه. احنا بالبدايه سوينا جروب فيرتكس جروب من هنا، بعدين ربطناه هنا بالاي والبي، بعدين الان نجي نختاره من هنا. كل هذا علشان يضبط لنا حركه. نشغل الان نشوف. ممتاز، شفتوا اللي صار الحين؟ شال، بس لما نزيد الشعر شوي عشان خلنا نحطه هنا 2000. نشغل الحين من جديد. ممتاز، ضبط معنا الان. شال العشب اللي موجود هنا في النص، اللي هو مكان مرور الكرة نفسها. شغلك إلى الآن ممتاز جدا. طبعا في ناس يشغل كذا وبعدين يحط رندر ما يطلع له هنا شيء، أو اللي يشوف إن الـ العشب ما اختفى. ممتاز. طبعا لازم تسوي شيء، لازم تخزن، لازم تسيف، سيف شغلك علشان تشوف. ولو ما طلع تجي هنا تضغط على الكيوب، تروح البيك من هنا، اللي هو تروح لم الفيزيكس، وبعدين تختار بيك طبخ. بس انتبه، احنا عندنا الى 60 فريم، خلاص الكرة توقف عند 60 فريم، هذا كله مالك حاجة فيه. فتقلل هذا 60 فريم، وتحط هنا الاند 60 فريم، يطبخ لك بس من 0 الى 60. احنا لو ضغطنا بيك الى 60 وقف وانتهى، عشان ما لانك لو خليته الى 250 هذا كله ما له قيمه، وبياخذ منك وقت وبيعدم عليك جهازك. كذا الشغل تمام، خلاص هو يوقف عند فريم 60. تسوي رندر، ممتاز جدا. الحين نروح لما شيدنج، اختار الكيوب، روح الشيدنج، بعدين بنضيف الان اللي هو خامه العشب. تحملها من الانترنت من اي مكان، شفت اي، بعدين مابينج، اول شيء تطلع المابينج، بعدين شفت اي، ثم نطلع الايمج تكستشر، شفت اي من السيرش، هنا تضغط تطلع الفاليو تحطها هنا، واخر شيء الكوردينيت تكستشر كوردينيت. بس تجي تربط اليو في بالفيكتور، الفاليو بسكيل، الفيكتور بالفيكتور، الكالر بالبيس كالر. ممتاز. ثم اوبن، وتروح تختار صورة العشب. شوف هذه الصورة اللي انا جبتها، تكتشر عشب، جابها لي. ممتاز. الفاليو هنا تزيده، وش فايدة الفاليو؟ الفاليو شوف هنا نطلع لك ناعم، فما في واقعية. لو زدنا الفاليو على شوي، شوف الان يحط لك عشب في النص، فخليه 6، هذا يعطي عشب خفيف هنا، فيعطي واقعية اكثر. ممتاز. طبعا هنا ما في اي تعديل اضافي، اذا بتنقص هذا شوي وتزيد الرفنس شوي بكيفك، لكنه مو بشيء ضروري يعني. زين، واضح. كوردينيت، فاليو، مابينج، والايمج تكتشر، وربطهم بالشكل هذا ثابته. نرجع للاي اوت، طلع عندنا الشكل. الحين نبي نخلي فيه واقعيه، يعني العشب طالع كذا مشدود، متوتر العشب، ما نبغى العشب متوتر. فايش نسوي؟ نرجع للبارتكلز، نحدد الادفانس هذه. شوف اذا حددت الادفانس يطلع لك الخيار هذا. ممتاز. ونروح لم شيء اسمه دقيقة، اللي هو الخيار هذا. ممتاز. تحت الجلدرن، الشيلدرن هذا بنرجع له، هذا الحين اللي هو الفولستي هذا. ممتاز. نرجع شيلدرن، بعدين الخيار هذا، تروح لشيء هنا اسمه راندوم. شوف هنا وشلون بيتغير،
راندوم حرك. شوف الان صار في واقعيه شوي. ممتاز. لو خلينا الراندوم صفر رجع مشدود. الحين بنزيده شوي، نعدل عليه شوي. لاحظوا اخذ شوي واقعيه. طبعا تعدل هنا بس لا، حاول انك ما تزيد التعديلات، خليك على الـ 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 لا لا تعدل كثير، بس خليك على الراندوم. ممتاز. احنا بنسوي رندر، طلع معنا نعم احسن واقعيه، صار اجمل شوي. طبعا تقدر تزيد هنا الطول اذا تبي تحط طول زياده. او تقصر بكيفك، انا افضل 0.25. ممتاز. هنا لا تعدل شيء، لا تعدل شيء، خليها هذه، لا تعدلها، خليك على الوضع هذا بس. اشوف ان النتيجه ممتازه، ما نحتاج نضيف اي اضافات اضافيه. ممتاز. الحين نرجع نشوف شلون بيصير. ممتاز. لو جينا سوينا رندر جدا ممتاز. بصغر الكرة شوي. طيب جميل. خلنا نبي نحتاج نسوي بيك، بسوي ديليت بيك، ما اتوقع نحتاج. اللي تغير عشان الكرة صغرناه، كان مفترض صغره من الاساس. عموما ما هي مشكله، سوي باك من جديد. تجاهل الحركه اللي قبل شوي، لا تصغر شيء، خليك على وضعك من الاساس اشتغل صح. المهم بنسوي هنا زر يمين شيد سموث، نختار الكرة نخليها سموث عشان نجملها شوي. نجرب. ممتاز. طيب في مشكلة هنا لو لاحظتوا، لاحظوا المشكلة، إذا قطع العشب من فوق كل شيء يتحرك. ركز، كل المنطقة تتحرك وهذا خطأ. طب كيف أحل الموضوع؟ بسيط، نضغط على الكيوب، نروح لم البارتكلز اللي هو الشعل العشب اللي احنا سويناه، بعدين تروح لم الفيرتكس جروب قبل شوي اللي احنا سويناه. احنا حطيناه الخيار الأول، احذفه حطه بالخيار الثاني لينكث. شوف الان تبي تنحل المشكله، ما صار يتحرك كل العشب. احنا لو جينا هنا وشغلنا يتحرك فقط المنطقه المقصوصه. ممتاز. بس انا حبيت اوريكم، ممكن واحد يقول لك لا انا ابغى كل العشب يتحرك، كيفك. جميل. سوي رندر. ممتاز. طيب الحين ايش بنسوي؟ بنسوي خيارات ثانيه اضافيه، انا اعتبرها خيارات اضافيه. نضغط على الكره ونروح لم اللي هو خيارات الفيزيكس هذه. في عندنا الالفا والوتنس هذه، نبي نخليها 0.5. ايش فايدتها هذه؟ الحين القص عندكم عالي، شوف شلون مسويها مصلع ام هذا، لان بنخليه يخلي فيه شوي عشب فتقللها هذه الالفا. طبعا لازم هنا تسوي بيك ديليت بيك مره ثانيه عشان يطلع التاثير مره ثانيه. لاحظتوا صار في عشب، صار القص صار خفيف. لاحظوا قص شوي من العشب. طبعا كل ما زودت كل ما زاد القص، يعني كل ما ضغطت على الكره هنا وزودت او نقصت يبزيد. خلينا نحطه 0.7 وهذه 0.7. نشغل. طبعا لازم تضغط على الكيوب وتسوي ديليت بيك من جديد. ممتاز. شوفوا هنا صار في عشب شوي. سوي رندر. ممتاز جدا، النتيجه جدا ممتازه. ممتاز. طيب في عندنا شيء ثاني من عند السيرفس هنا اللي هو السيرفس اللي هنا،
نبي نجي نخلي السيرفس نفعل الخيار هذا. لو ضغطنا على الكيوب اللي هو الكيوب اللي عليه العشب وضغطنا الخيار هذا، ممتاز. هذا وشو؟ هذا وقت يرجع العشب ينبت، يعني لو ما فعلته ما راح ينبت العشب مثل قبل شوي اللي هو مثل كذا كذا، ما في العشب ما راح ينبت. لو فعلت الخيار هذا خليته 250، شوف الان ايش بيصير. لازم نسوي بيك ديليت بيك بيك مره ثانيه. راح نشوف ايش بيصير، العشب بينبت مره ثانيه. لحظون، ينقص العشب ثم ينبت مره ثانيه. طبعا لو جينا هنا سوينا رندر ينبت العشب كامل، ممتاز. فلو قللته خليته 50 يصير ابطا. سوي ديليت بيك مره ثانيه. تلاحظ، اسف انا قلت ابطا، اسرع. كل ما قللت صار اسرع، كل ما زودت صار ابطا. يعني لو سوينا 500 الان هنا سوينا بيك، شغلنا، ممتاز. شوف الان يصير ظهوره ببطء. طيب الحين ابزود هنا بس عشان تشوفون فريمات، ابخليه 100 عشان بس بسوي بيك بيك على 100 عشان بسوريكم العشب شلون ينبت. طيب نشغل، شوف الان ايش يصير، يبدا ينبت العشب شوي شوي. طبعا بالانيميشن يبي يصير كانه الكوره ضغطته وبعدين رجع الوضع الطبيعي، ممتاز. طيب الحين بنخلي العشب يتحرك، نبغى نسوي اير على العشب، هواء. بضغط شيفت اي بعدين ام تي، نختار الخيار الاول، نرفعه هنا، نبعد يسار من هنا، بعدين نجي هنا بخياراته، طبعا خيارات الام تي، نحط فورس فيلد ونختار الفورس من هنا، نخليه الخيار هذا تربلنس، ممتاز. شوف الان لو حركت شوف شلون يتحرك العشب، بس الهواء قوي فنقلل السترينث، نخليه منطقي شوي، ممتاز. ثم نجي ونسوي له انيميشن. شلون نسوي له انيميشن؟ نضغط عليه نختار اي، نحطه بالصفر من هنا اي، نحطه لوكيشن، وبعدين نلفه يمين هنا اي لوكيشن، نفس ما سوينا بالكوره عشان يتحرك. الحين نشوف نجرب دقيقه، نسوي بيك، لحظه خلنا بنحذف هذه نشوف شو المشكله. اي نثبتها هنا، المعذرة هذه اي لوكيشن، بعدين نحطها هنا، ممتاز. نحرك هنا، نحطها على 100 ونحركها هنا اي لوكيشن. نجرب الان، ممتاز. الحين نشوف شلون قاعد بيصير، واضح. خلنا بنخليه سوي رندر، ممتاز. يبدا يتحرك بنعومه هنا، ان شاء الله انه واضح وبس. طبعا انا حاولت اني اكثر من التفاصيل واعيد الشرح على بعض الاشياء لانها تكثر الاسئله بعض المرات، وصير احس اني مقصر بالشرح. يعني مهما كنت انا فاهم او اكثر من واحد فاهم، بو غيرك مبتدئ جدا، فلازم تدقق بالمعلومه
وتزيده، وبالأخير هي الفائدة للجميع إن شاء الله. أتمنى أنه عجبكم الدرس إن شاء الله، ولا تنسون تدخلون في جروب التليجرام موجود في الديسكريبشن تحت، ضروري ضروري جدا، يبصير هناك فيديوهات حصرية فقط للي في جروب التليجرام، حتى في بعض الأجوبة راح أجاوب عند فيديوهات قصيرة عن طريق التليجرام، فراح تلقون القناة التليجرام بالوصف. ولا تنسون النشر يا أخواني، وإن شاء الله أني أكون ما قصرت معكم، الله يعطيكم العافية.